بسم الله الرحمن الرحيم. ازيكم يا حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. صباح الفل او مساء الفل على اختي وحبيبتي وامي اللي بتتابعني. النهارده بقى جوله جديده داخل مول الاشراف. حاجات البلاستيكات، اي حاجه تخطر على بالك زي ما انت شايفه كده في المحل، هنعرف كل حاجه دلوقتي واسعارها. بدايه كده من المنظم دوت او الركنه دي اللي بتتحط في الحمام او ممكن تستخدميها في المطبخ، سعرها 90 جنيه، 3 ادوار كده. حسها اللي هي الخامه بتاعتها كويسه جدا، مش اللي هو الاستانلس اللي هيصد دي او كده. بصي ده كده هي متعدده الاستخدام، يعني ممكن تستخدميها في المطبخ رف توابل، ممكن تستخدميها في الحمام عليها الشامبوهات، كمنظم يعني شكلها حلو كمان، وكمان بتدي شكل حلو جدا للحمام. في كمان المصفه دي السيليكون اللي انتوا سالتوني عليها، بس دي المقاس الكبير شويه. دي بتتعمل فيها ايه بقى؟ دي بتتفتح كده، بصي بتتفتح من هنا كده علشان خاطر لو انت هتحطيها على الحوض اهي، بتتفتح من هنا وبتتفتح من الناحيه الثانيه. سعرها كام المصفه دي؟ سعرها كام؟ سعرها 70 جنيه، متوفر منها اللون دوت واللون كمان اللي هو الاحمر. ايه تتباع في المحلات ب 100 جنيه؟ هي بتتقفل، يعني لو انت مش عايزاها كده ممكن اقفلها كده، يعني ممكن تحطيها زي الصينيه كده، مش تاخد منك مساحه خالص في المطبخ. تمام، تتفتح كده وتتحط على الحوض، بتتحمل درجه حراره عاليه لان انا جايبه منها الصغيره عادي يعني مكرونه وكده. بصوا كده بقى، هو هيقول لي اسعار كده كذا حاجه، قولي بقى اسعار كذا حاجه كده عندك. الازايز اللي هي ب 25 جنيه. تمام، البرطمان ب 25 البرطمان سعره 25 جنيه. تمام، ودي ايه؟ عصاره برتقان دي؟ لا دي كوبايه اطفال. كوبايه اطفال سعرها كام؟ ب 10. سعرها 10 جنيه. والايس كريم معلقه الايس كريم 20 جنيه. تمام، سماها الطرح 25. 25 دي الكبيره؟ دي 28 جنيه. 28. تمام، ورق الكب كيك ب 7. ورق الكب كيك ب 750. تمام، والحاجات اللي هي بتاعه المنظمات المعالق دي 25. دي سعرها 25 جنيه. تمام، اللي في السلك دي ب 10 جنيه. ده طقم كده على بعضه، سعره كام الطقم ده؟ 55. ب 55 فرشه سجاد و الطقم جميل جدا. تمام، هو مكون من ايه طيب؟ جاروف، جاروف ومساحة، مساحة ازاز، وفرشة الجاروف، وفرشة التواليت دي، وفرشة بلاط. تمام، ما شاء الله طقم حلو جدا، سعره 55 جنيه. طب ماشي، يلا بس ما تأخروش. وقوالب السيليكون دي ب 20، الشماعات 30، الدستة. الدستة يعني 6 ولا 12؟ 15 كده. الستة اللي أنا ماسكاهم دول سعرهم 15 جنيه. الفوط دي 15. الفوط سعرها 15. الشماعات دي بتاعت العرايس ب 48 الدست. يعني ب 24 جنيه. الستة؟ ب 24 جنيه. 24 جنيه الستة. في برضو الحاجات اللي هي المنظمات التركي ديت. دي ب 7.5. 7.5. تمام. طعم المصفى. منظم الفرش دوت بكام؟ ب 12.5. ب 12.5. واللي عايزه جمله بقى بيختلف في السعر. تمام، يعني لو في مثلا عايزه تعملي مشروع وعايزه مثلا تشتري حاجات جمله بال 12 وكده، السعر بيختلف تماما لو انت عايزه تعملي مشروع من بيتك صغير كده تشغلي نفسك يعني. ده 25. في كوبايات؟ لا من غير كوبايات بس نضيف جدا. تمام، بص ده سعره 25 جنيه. تمام، والخليه ديت 25. الخليه دي منظم الادراج، يعني منظم ممكن تستعمليه الطرح لحاجات اللي هي الحاجات الصغيره بتاعه الادراج على حسب ما انت عايزه. ده كده شكله اهو، شرابات يعني، شغلي نفسك. منظم المعالق دوت. تمام، سعره كام؟ 25 جنيه. والجديد منه اللي هو تحطي يعني في بص حوامل من هنا كده تحطي عليها طقم التوزيع بتاعك زي ما هو باين كده في الصوره. تمام، وفي الوان طبعا، ده الشكل التاني بتاعه. الحاجات بقى اللي هي اللي بتتحط على الثلاجه سعرها كام ديت؟ ب 10 جنيه. اي حاجه بتتحط على الثلاجه مستورده فيها من هنا مغناطيس وبتلزق على الثلاجه، الاشكال اللي انت شايفاها دي كلها. ودي كمان برضو شكل السلة، ماشي هي دي كده اهي، فشاي
بصوا زي ما انتوا شايفينها كده، اي واحده فيهم سعرها 10 جنيه، شكلها حلو جدا بتتحط على التلاجة. اهو ماشي. وكام بقى الزهريات اللي هي الورد ديت؟ دي ب20 ودي ب35، بس شغل مستورد. دي ب20 اهو، هي محطوطه، دي سعرها 20، والمربعه دي سعرها 35 جنيه، والصغيره منها 20. في هنا منظم برضو المكياج دوت، حطه كده. ده سعره كام؟ 50. 50 اربع درج، ثلاثة كبار واثنين صغيرين. ريو ماركة، ريو دي ماركة. تمام، سعره 50 جنيه، وفي منه الوان. دوت اكبر منه شوية. دول 5 درج، 4 عراد ومعاهم 2 صغيرين. ده سعره كام؟ 65. 65 جنيه. وفي برضو الهون دوت سعره كام ده؟ ده 40. ده سعره 40، تقيل جدا على فكرة. وفي برضو الحامل دوت سعره كام؟ ده عامل 90. عامل 90 جنيه. تمام. ميزان دوت؟ الميزان 85. الميزان سعره 85 جنيه. 180 كيلو. بيشيل لحد 180 كيلو. اللي حامل المناديل 25 كيلو. 25 الكبير، واللي هي بتتحط في الحيطة نفس السعر. طقم التوزيع بقى دوت سعره كام؟ في مقاسين، واحد كبير واحد صغير. تمام. الكبير ب75 والصغير ب60. تمام. الصغير ده بيبقى صغير في الحجم ولا في العدد؟ خمس قطع، ده التاني ده 6، ده صغير شوية. تمام، بس نفس الخامة، المعلقة زي ما بقول. ما هي شكلها حلو المعلقة أصلا، الماتيريال بتاعها كويس. أطقم الصيني بقى هنا إيه؟ فرداني؟ فرداني، كل 6 في بسعر. بصوا برضو في المعلقة ديت سعرها 10 جنيه. هي معلقة بس ولا في منها بقية الطقم؟ لا هي حاليا معلقة بس. حاليا الحاجات دي كده. اللي هما الطقم على بعض. ده بكام ده؟ الأربع قطع والتلاتة؟ ب20 و15. ب20 و15. على فكره المحل دوت ليه فرع تاني في مول درب سعاده، جوه المول كده. اسمه ايه المحل عشان اللي هيروح؟ الحصان الذهبي. الحصان الذهبي جوه المول بتاع درب سعاده اللي انا قبل كده صورت لكم فيها، هسيب لكم اللينك بتاعه في صندوق الوصف. بس ده المحل ده اسمه الفرج بقى. المحل دوت اسمه الفرج، التاني اسمه الحصان الذهبي، عشان خاطر لما تيجي تسال. الفرج جوه محل ابو تريكه مصر. تمام. الاطقم الصيني دي بقى ايه؟ فرداني. فرداني. طب اسعارها ايه كده؟ الجمله ده ب156. لا قولي بالواحد. يعني انا ضرب 13. تمام. 13 جنيه. 13 جنيه ده عامل 18 جنيه. تمام. ده عامل 14. تمام. تمام. العلبه فيها 6، ده عامل 18، وده عامل 16، ده عامل 18. تمام. تمام. دي 7.5. قلت الشوربه ب7.5. بس 90 يعني. دي ب11. اكبر شويه. ده عامل 18. تمام. واللي تحت 18. ماشي. ده عامل 30. تمام. والسيرفيس وده عامل 30، وده عامل 30. السيرفيس ده، السيرفيس عامل 30 جنيه. كله اركوبال مستورد، بيخش الفرن والميكروويف. تمام. والفوط عندك هنا اسعارها ايه بقى؟ الباكت ده، ده عامل 20. 20 دول 5 ودول 3. دول مع بعض 3 ب 20 جنيه، ودول مع بعض 5 ب 20 جنيه. الفوطة. تمام. الفوطة نظيفة جدا يعني. ما هي شكلها باين اصلا. والجوانت الشرشوبة 7.5. المجات بقى الشوربة ديت ب25 عادي بالواحدة، لو عاوزت اخد واحدة. تمام. وفي هنا المجات برضو ديت كده 18 جنيه برضو، لو عاوزت اخد واحد عادي. واحد. لكن ده طقم على بعضه 4 ب120 جنيه الاربعة. سليم. تمام. والاربعة دول ب130 ب130 برضه، وده برضو ب130. ماشي. في برضو هنا بالقطعة ب33 جنيه، شكله حلو، خامته بورسلين، في الألوان بتاعته والأشكال. تمام. ورد المجفف معصر مستعمل ب10 جنيه الورد المجفف. وفي برضو الألوان بتاعته، ألوانه كتير. والطشة، والطاسة الصغيرة دي بتاعت الطشة الملوخية أو بيضة، سعرها كام؟ ده 27. 27 جنيه. وفي الاكبر منها وفي 30. الاكبر شويه 33. 27 30 33 جنيه. وفي معالق فرزانيه ومعالق اكل ومعالق اللي هي الشاي، في منهم الفضي وفي منهم اللون الذهبي. وطبعا هنا الطواجن بتاعه الصواني بتاعه الكب كيك بمقاساتها باشكالها زي ما انت شايفه كده.
وفي هنا برضو الاستيكر بتاع الحوائط او الاستيكر اللي بيتحط في اوضه الاطفال، كل حاجه وليها سعرها، والاسعار عندهم مهوده جدا ما شاء الله زي ما انت شايفه كده. وفي برضو هنا بقى فرشه التواليت، في ثلاث صواني مع بعض تيفال، في صواني ده مصفى ده ولا صينيه؟ صينيه مدوره ثلاث قطع، مدوره ثلاث قطع. سعرها كام؟ ب 115. ب 115. وفي الكاتل، في البرادات بانواعها كلها، وفي كمان جرانيت، في ستانلس نظيف، وفي ستانلس شعبي، وفي كل حاجه. يعني بيبدا كده الشعبي ده سعره كام؟ من 75 لحد 250 اللي هو اللي هناك ده. اول واحد هناك ب 250. تمام. بعديه ده ب 170. الجرانيت؟ اللي هو الجرانيت 2 لتر، وده 3 لتر. تمام. ده عامل 70 جنيه اللي هو الواحد لتر. تمام. وده عامل 85. صغير 70 والكبير شويه 85. آه. والطقم التوابل ده؟ طقم التوابل ده عامل 125. 125. وفلتر ميه ولا غطا الاكل السيليكون ده؟ طب كام الغطا الاكل دوت؟ ده عامل 40. بيجي على مقاس اي حاجه ولا هو مقاسات اصلا؟ ست مقاسات هم. ست مقاسات بتغطي بيهم اي حاجه عندك. شوايه الفراخ اللي جنبيها دي. وشوايه الفراخ برده سعرها كام؟ 25. 25. انت لو عايزه بقى جمله بتختلف في السعر. تمام. لو انت عايزه جمله زي ما قال لك كده بتختلف في السعر، يعني لو عايزه تبداي مشروع من بيتك برضو بتختلف في السعر خالص، يعني هيظبط معاكي السعر جامد. الطقم البولات ده ب 100. بيخش الفرن والميكرويف. بس ده 3 وده 4؟ بس ده كبير وده صغير. تمام. يعني ده الثلاثه ب 100 والاربعه برضو ب 100 بفرق الحجم. اه ماشي. وفي برضو هنا الحاجات اللي هي الرفايع بقى كده. قطن التوزيع وحامل النيل. تمام. قطم التوزيع دي سعرها كام؟ 125 اللي هي السيليكون. وفي علب التلاجه ديت برضو ايه؟ تبدا من 35 لحد 55. كام قطعه؟ خمس قطع. خمس قطع. بيخش الميكرويف. بيخش فلتر الترامس. سعرها كام؟ بتبدا من 45 لحد 120. تمام. على حسب بقى طبعا الحفظ بتاعه، المده بتاعته. تمام. والخامه بتاعته. والبولت الشوربه دي بالحامل بتاعها بورسلين ب 150. ده ب 150. والصينيه ديت ثلاث صواني مع بعض بايركس سعرهم كام؟ 250. تمام. وفي برضو هنا الشنطه اللي هي بتاعه حفظ الحراره ديت بكام؟ دي عامله 22 25 30. 22 25 30 جنيه، بتنفع للرحلات كمان يعني. بص الحاجات الرفيعه بقى زي ما انتم شايفينها كده. وفي هنا برضو المنظمات ديت ايه سعرها؟ 3.5، وفي حاجات بخمسة. 3.5 او 5، في حاجات كده وحاجات كده. حاجات بقى الرفيع، القشاره، المعلقه اللي انا لسه موريها لكم ديت، طقم التواليت دوت. ده سعره كام؟ ده عامل 80. عامل 80. تمام. فرشة التواليت. فرشة التواليت بكام ديت؟ دي ب10. ب10. تمام. الشرط البطاطس النظيفة دي حاجة نظيفة جدا، لسه نازلة جديد وخامتها نظيفة جدا. ب10 جنيه. وفي اللي هو الحامل بتاع ده الألوان بتاعتها. اه. ده اللي هو اللي بتاع الملاية ده. اه حامل الملاية عشان ما تتزحلقش من على السرير. سعره كام ده؟ 20. كام واحدة؟ هو بيشد الملاية كله كامل اهو. مش فاهمني، مش هو بيتحط على الاطراف؟ اه يعني اكيد كل طرف ليه واحده. في كتير جدا. اه في كتير. في بتاع حوالي 15 تقريبا. تمام. بيتشد كده. بيتحط كل طرف من المرتبه، يعني الاربع اطراف بيتحط فيهم واحده. بكام؟ ب 20. سعره 20 جنيه. ده سكاكين ديت؟ ده طقم السكاكين 18 قطعه. بكام؟ عامل 220. واللي جنبيه بقى؟ واللي جنبيه في حاجه عامله 145، والتاني ده 130. تمام. ده ب 150. اه ده ب 130. 145 130. واللي هو ده 35 اللي هو بتاع الجاتوه الحلويات ده ب 35 جنيه. اه خمس سكاكين. خمس سكاكين ب 35. بص انا هقرب لكم كده، هو ده بالظبط. تمام. وعنده برده ودانات وعنده خله، وفي طاسات هنا برده. طبعا كل حاجه ليها سعرها. الهوت الكبير دوت ولا الهوك ب 130. الهوك ب 130. تمام. المقصات سكاكين هناك في الوش دي بكام المقصات؟ بتبدا من 10 لحد 25 30. تمام. من 10 جنيه لحد 35. اما هي شكلها باين اللي هو الاصفر في في البرتقاني ده سعره كام؟ 25. سعره 25. واللي بعديه 30. واللي بعديه 30 اللي من هنا. اه والاحمر في الاسود ده سعره 30.
واللي بعديهم خالص التالت ده 15. تمام. وفي كمان المضرب اللي هو مضرب البيت برضو، السيليكون، السيليكون والستلس، وفي بلاستيك، في بلاستيك عشان الايه الحيل الجرانيت. وفي برضو هنا العلاقات ديت كده برضو، الشماعات بتاعتها ولعت، ولعت برضو قطعت البيتزا وحبل الغسيل والحاجات الرفيعه دي كلها كده. كل حاجه برضو ليها السعر بتاعها، قطعت بيض ومعيار عشره السمك. تمام. وقطعت التفاح وفرشه الشيش والزبتيوله والفرشه وال دوت اللي هو بتاع الشوكولاته، قالب الشوكولاته. وفي كمان الماسك السيليكون اللي هو اللي فوق دوت، سعره كام الماسك دوت؟ الماسك السيليكون ب 20. تمام. وفي ال قمع الكريمه برده ب 20 جنيه. سهل. وفي برده هنا فوط بقى كده بتختلف من كل فوطه والتانيه، في حاجات زي ما انتم شايفينها كده. ودوت دوت بتاع المساحه صح كده، ده الغيار بتاعها ب 12 ونص، اللي هو اللونه برتقاني ده يا جماعه، الغيار بتاع المساحه. انت عندك اصلا المساحه ديت سعرها كام؟ 30. تمام. في هنا برضو الحاجات اللي هي الرفايه زي ما انتم شايفينها كده، بكام دوت؟ تحط في الفوزه تعنيش ب 10 جنيه. وفي اللي هي المعالق العسل سعرها كام؟ ب 15 الثلاث. وال 15 برضو. ودول برضو ب 15. ب 15. تمام. في الهراسه بتاعت البطاطس وشيلت البطاطس برضو. في الشعر والفن نظيفه. طبعا انت هتيجي تتفرجي وتشوفي مشابك استلس تنشر ايه، بطانيه دي بتاع البطانيه سعرها كام؟ 20. سعرها 20 جنيه. المبشره الصغيره المنيو دي، في المبشره بتاع جوز الطيب او الشوكولاته ديت برضو. قطعت البطاطس والترشي 7.5. تمام. قطعت الترشي والبطاطس والمخلل الحاجات دي. وبرده هنا عنده كوبايات برضو مستورده بلانك ماكس ماركه عالميه. طب ما تقولي دي سعرها كام؟ 35. دي سعرها 35 جنيه. دي مرسوم عليها ودي لا، بس من جوه عامله زي الشكل الخشب ديت، شكلها حلو قوي. اشكال والوان ورسومات. تمام. المصفى دي بكام المصفى دي؟ 12.5. تمام. المحل اسمه الفرج، اديني طب كارت كده للمحل. وعنده البلانشات هنا برضو وال وازاز و بصوا الخشب والبلاستيك، البلاستيك ده برضو، وفي هنا شكل جرانيت، وفي ازاز، وكمان الصواني هنا اللي هي الصاج ديت باسعارها باشكالها وكمان مقاساتها زي ما انت شايفه كده. وفي هنا برضو الكوبايات ديت كده. بص الصواني اللي صوريها اني صواني المعدن. تمام. سعرها كام ديت؟ دي عامله 40 ودي 35. 35 35. تمام. دي 40 والباقي ده كله كده 35. 35. تمام. بصوا الاشكال، وطبعا ايه في رسومات منها كتير، رسومات بصي كل ما تفتحي كده هتلاقي رسومات كتير، رسومات بالوان كمان، يعني اللون بيختلف مع الرسمه. تمام. بصوا دوت كده ال عنده تليجرام، تليجرام عندي 011 واتس. بصوا دوت كده رقم المحل اهو، محل الفرج، وبرده في فرع تاني في مول درب سعيده، ورقم التليجرام ايه او ال 011. ابعتوا له رساله من على الواتس بتاع 011، هيبعت لك اللينك بتاع التليجرام على طول. لو تهتي اتصلي بيه وانت واقفه بره كده في اول درب سعيده، وهو هيجيبك على طول. هو جوه المول بتاع الاشراف، بجوار محل ابو تريكه مصر، بجوار محل ابو تريكه مصر صح كده. ماشي. خدي بقى الكارت دلوقتي سكرين شوت كده وانت بتتفرجي علشان خاطر تعرفي العنوان على طول. والمحل ما شاء الله فيه كل حاجه، من الابره للصاروخ ما شاء الله، لو اكبر اي حاجه هتعوزيها هتيجي هنا المحل هتلاقيها موجوده ان شاء الله باذن الله. طبعا احنا قلنا الاسعار اللي هي الجمله، يعني انت بتبيع بسعر الجمله. لو حد مثلا عايز يفتح مشروع او حد عايز يفتح مشروع بقى يخش على التليجرام يشوف سعر الجمله على طول. هتشوفي سعر الجمله على طول. تمام كده تختلف تماما.